السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي المشاهدين متابعي قناة أحمد شايفتك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وضمن سلسلة ما يطلبه المشاهدون. أقدم لكم لعبة سبيدرمان. نبدأ على بركة الله، نقوم بتحميل الملفات، سأترك لكم الرابط في التعليق الأول، بعد ذلك نضعه في فلاش USB مفرمط بصيغة FAT32، ثم نذهب مباشرة إلى الملتيمان. نذهب إلى فايل مناجر ثم إلى الهارد ديسك الداخلي، نضغط على هذا الخيار ثم نذهب إلى الهارد ديسك الفلاش USB، ثم نختار اللعبة مكان اللعبة. نضغط المجلد ثم نقوم بالضغط على X على الملفين، ثم دائرة لعمل كوبي نسخ، ثم نرجع إلى الهارد ديسك الداخلي، ثم نذهب إلى ملف جيم الأحرف الصغيرة، ثم نضغط دائرة والخيار الثالث لصق باست. كما ترون ليس لدي المساحة الكافية، سأقوم بمسح لعبة ثم أعيد أكمل التصوير. لقد قمت بمسح بعض الألعاب وكما ترون هنا لدي 33 جيجا. نقوم بالضغط على Game ثم نقوم بلصق اللعبة. سأقوم بإيقاف التسجيل حتى أنتهي من نقل اللعبة وأعود إليكم. والآن بعد اكتمال نقل اللعبة نقوم بغلق الملتيمان. بعد ذلك نقوم بتشغيل هذا التطبيق لكي تظهر اللعبة. وكما ترون ستظهر اللعبة هنا سبيدرمان. إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا، وإلى اللقاء مع حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس ليصلكم من كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.